غروب هائل في الاخوات، غروب غادي يكون زين اليوم ان شاء الله. غنضربوا شي تصويرات هالكصيبه تاع هما. هاد الليمونية هادي فيرتي لي اوكسجين 5 متر، وهي اللي ضربت بها الكوربينه اليوم ديال 5 كيلو تقريبا. ها هما اربعه ديك الصباط اخرين، عندي وحده اخرى هنايا وجوج ديال زهير. الراي الزهير عنده وحده اخرى هي. الاخوات مصيد جميل زين، النزله عنده سهله، النزله هي غنوريها لكم. هي هادي الرملة، هادي نزلة، هادي كتجي مع الرملة من مورا هاد الجبل هذا، كاين الرملة نازلة هاو، تجي نازل بخير. الطلعة حاجة أخرى، ما هي الطلعة، الطلعة سيدي سهلة هي هادي، هاهي 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 كوك كوك، دور على هاد الحجرة الكبار، طلع لهنا، تمشى فوق هاد الحيط هذا، فوق من هاد الحجرة، زيد عند هاد الحجرة هادي، تدخل مع الجبل، وتتعاود تطلع، ورا ما عندك. تنزل من هنا صعيبة، لأن ملي كتكون مشارجي وجاي هابط، لو بوا ديال الساكادو ديالك ولا ديال الطونة يقدر يدير لك مشكل كيما دار لي أنا هنا. ولكن الغلط اللي درت أنا ما نزلتش من هنا، نزلت من واحد البلاصة أخرى هنايا، وطحت على رجلي، دوات لي رجلي، نزلة خايبة. الراي الزور ها هو يلاه كان في الطونوبيل الفوق، مشا جاب الصوار خت قداولي، ها هو خدام تيصيب، الله يعطيه الصحة. الرئيس ديالنا الكبير، الأستاذ ديالنا الرئيس. إيوا جوج زين اليوم بخوات، خويا زهير ضرب ربعة ديال الكوربينات تبارك الله، أنا وحدة يلاه جيت عيط عليا الله يعطيه الخير، وصلت عليه، هو راه كان هنا من البارح بالليل. إيوا كيما قلت لكم الغروب غادي يكون جاي إن شاء الله، نطلبو شي تصويرات ونهديوهم لكم. وتحية لجميع الرياض، تحية لكم جميعا يعني أحبائي ومحبي الصفحة، شكرا شكرا لكم جميعا وإلى اللقاء.